الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جميع الحاضرين من الرجال والنساء، أهل السودان، أهل الوطنية، أهل الكرامة، جئنا اليوم وكلنا على قلب رجل واحد وبقبضة واحدة نرسلها داوية للعالم أجمع أن أهل السودان لن يقبلوا دستورا أجنبيا يفرض عليهم. هذه رسالة الأولى، وجئنا لنؤكد أن زيادة هذا البلد وهذا التراب لن نرضى أن تدنسها سفارات أجنبية لا تحترم حدوده ولا تحترم مكانته. ولكن الرسالة الأهم للمجلس السيادة للعسكري حاب البلد، إذا أنت ما قدر المسؤولية تراجع في الرجال في البلد. نحن ما مع العساكر ولا المدنيين، نحن مع كل شعب السودان بسلميتنا بعزتنا بكرامتنا بكل القيم النبيلة اللي تربينا عليها. عايزين هذه البلد حرة كريمة عزيزة ثابتة. وبهذه المعاني بهذه المعاني جئنا هنا وجئنا أمام هذه البعثة التي لا نعترف بها أصلا. هذه البعثة الاستعمارية التي أتى بها عملاء السفارات، أتوا بها وخطعوا بها الشعب السوداني. فلهذا اليوم جئنا لنؤكد أن والله البلد ما ممكن تحكم بدستور أجنبي، وما ممكن أمرها يقضى في جلسات العشاء بتاع سفارات دول أجنبية. دي إهانة لا بنقبلها والله. تقبلوها؟ لن نقبل هذه الإهانة أبدا. والله أكبر والله أكبر والله أكبر. هذه المعاني جينا لنؤكد لكل السياسيين من اليمين لليسار إننا سلميين معتدلين متسامحين، لكن نحن نار وقت الحجارة. نحن ممكن نجعل البلد كلها كلها شمال شرق غرب جنوب نجعلها ونوقفها في يوم واحد في يوم واحد. يبكى على المركز العسكري وعلى قائد العام للقوات المسلحة إنه يعرف حاجة واحدة، نحن عهدنا مع مؤسسة القوات المسلحة باعتبار إنها مؤسسة وطنية. لكن إذا جاء في قيادتها قائد قبل التسمية الثنائية وقبل دستور أجنبي علماني مكتوب خارج السودان، لن يبقى في هذه البلد ولا يوم واحد. الله أكبر. وعلى السياسيين في قحط وغيره إنه يعرف رسالة واحدة، ما في مخرج في هذه البلد غير الوفاق والحوار والتفاهم. الليلة شعبنا يموت في نيل أزرق، شعبنا يموت في لقاوة، شعبنا في الشمال وفي الشرق بيعاني من أزمة اقتصادية، وإنتوا بتجاروا من سفارة لسفارة وتقبلوا دستور يكتبوا لكم إهانة ومذلة. رسالتنا الثالثة للشارع وللشباب في الشارع، شوف البلد الليلة مستباحة ولا تكونوا واعين وما تقبلوا بهذا الدستور الأجنبي. انتوا نفسكم شباب الشارع أبناء البلد ودين أهلكم وأخوانكم وأخواتكم وأبائكم وأبنائكم، طلعوا لقضية وطنية قضية شريفة. لمة الصوفي مع السلفي، لمة الشرق مع الغرب، كل اللوحة الوطنية القومية موجودة هنا نهضة لهذا البلد. وقبل ذلك أداء للواجب وللعقيدة وللدين وللوطن. جينا بهذه اللوحة الكريمة الشريفة القوية ورسلنا رسالة للعالم. ولذلك نحن نقول هذه بداية، هذه جولة أولى، ولنا جولات وصولات بإذن الله تعالى حتى تحرير هذه البلاد وحتى تذهب نائلة للمستقبل قوية للأمام. والله أكبر والعزة للسودان. الله أكبر والعزة للسودان. الله أكبر والعزة للسودان. من هنا في ختام كلامنا سنتحرك موكب سلمي واضح منظم مرتب إلى آخر هذا الشارع لنرسل رسالة بأن هذا الشعب لن يحكم بدستور أجنبي، لأن هذا الشعب لن يقبل مزاج في سيادته، لأن هذا الشعب يرفض كل تسمية ثنائية وسيسقط العسكري البجيبة والمدني البجيبة. الله أكبر. العزة للسودان.